جبتوني كده وانا بطبق الغسيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين سهلين ولذاذ قوي. اول وصفه هنعمل كوبيبه البطاطس، يعني بدل بقى البرغل والكلام ده والحاجات دي هنعمل كوبيبه طعمها يجنن. بعجينه كده، عجينه بطاطس تمام، وهنحشيها لحمه مفرومه معصجه، ممكن كمان نحط اي اضافات مع اللحمه المفرومه. هتعملي كوبيبه لذيذه وسهله ومقرمشه سنه كده خطيره، ان شاء الله يا رب تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل سلطه يوناني، بما اننا بقى في الصيف واجواء صيفيه والعيال كلهم خدوا الاجازه والكلام ده كله، فممكن نعمل لنا طبق سلطه فريش كده لذيذ ناخده معانا بره البيت. بس طبعا هقول لكم لو هناخده بره البيت ايه الحاجات اللي ممكن نستغنى عنها، لان طبعا لازم السلطه تبقى ساقعه كده وحلوه. او راح الشغل بقى مثلا تاخدي معاكي علبه حلوه كده تقعدي تنقنقي فيها بتبقى طعمها جميل. او حتى في البيت كسلانه ومش عايزه تقفي تاكلي حاجات بقى مسبكه وحاجات مقليه والكلام ده كله، نعمل سلطه مشبعه لذيذه. السلطه اليوناني دي خطيره، يعني الواحد لما بيروح المطعم مش عايز ياكل اي حاجه وعايز كده يعني ياكل من غير ما يتقل قوي بيطلب سلطه اليوناني. فاحنا هنعملها مع بعض ان شاء الله يا رب تعجبكم والحلقه كلها تعجبكم. فاصل بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل اول وصفه، الكوبيبه البطاطس باللحمه المفرومه. خليكم معانا. انا جيت هقول لكم دلوقتي مقادير اول وصفه كوبيبه البطاطس. وصفه حلوه جدا وسريعه وطعمها لذيذ كده. ايه بقى القصه في البصل؟ هنقول مثلا كيلو من البطاطس المسلوقه ومهروسه. عايزه تعملي كميه اقل من كده طبعا براحتك، ممكن بطاطستين ثلاثه كبار مثلا متقشرين ومسلوقين في ميه سخنه بتغلي، عليهم معلقه صغيره من الملح ونص عصير ليمونه، ونحط البطاطس تتسلق وبعد كده بنطلعها ونهرسها خالص كده بالشوكه تبقى مهريه تمام. هنحط عليها ايه بقى؟ ملح، فلفل، هنحط كمان رشه كمون مثلا، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكاري، ومعانا تقريبا يعني شويه بقسماط كده ممكن يوصل لغايه كوبايه بقسماط، ده الايه لكيلو البطاطس. او تفضلي تحطي شويه بقسماط كده بالتدريج لغايه لما ايه يعني يعمل يعني نضيف كده منه حبه صغيرين، غير البقسماط اللي احنا هندحرج فيه الكوبيبه قبل ما نحمرها في الزيت. يعني احنا هنحط شويه بقسماط مع البطاطس والبقسماط كمان الطبقه الخارجيه قبل ما نحمر البقسماط، قبل ما نحمر قصدي الكوبيبه. وممكن كمان نحط مع البطاطس رشه خفيفه خالص من الشطه، هتعمل لها كده ايه تاتش جميل قوي في الطعم تمام. وهنحشيها لحمه مفرومه معصجه عادي جدا. اللحمه طبعا بنعصجها بالطريقه العاديه مع بصلايه متقطع صغير، ملح وفلفل ورشه جوزه الطيب، وممكن كمان نحط يا اما معلقه كبيره من البابريكا او معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم مع تعصيج اللحمه المفرومه يعني. فانا هنا معصجه اللحمه اهو جاهزه معانا وتمام. وهنحتاج طبعا زيت غزير للقلي، مش غزير قوي يعني ارتفاعه عادي يغطي كده ايه الكوبيبه الحلوه دي. لو عندك اير فراير وعايزه تحطيها فيها هتبقى حلوه جدا برده تنفع. عايزه تدخليها الفرن مفيش مشكله، ممكن في صاج الفرن نديله دهنه خفيفه من الزيت ونرص كوبيبه البطاطس ونرش كده بالبخاخ برده زيت كده على البطاطس على الوش، وندخله فرن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص تقريبا 10 دقايق أو ربع ساعة. ممكن نحتاج نقلبها كده أو ندحرجها يعني علشان إيه تلون في كل حتة في الفرن، لأن الحاجات أصلا كلها مستوية، البطاطس مستوية واللحمة المفرومة الحشوة مستوية. فالفكرة كلها إن إحنا طبقة البقسماط الخارجية تاخد لون حلو، فيا إما بتحمير في الزيت يا إما في الفرن أو في الإير فراير براحتك، بتبقى طعمها حلو جدا وظريفة وخفيفة كده والولاد هيحبوها. عايزين تحطوا كمان مع حشوة اللحمة المفرومة جبنة، تبقى ميكس لحمة وجبنة تبقى حلوة قوي، أو حتى جبنة بس، بس أنا أنصح تبقى ميكس أحسن عشان ممكن البطاطس تفتح منك ولا حاجة وقت التحمير، يعني تتشقق كده تشقيقة خفيفة فالجبنة ما تتسربش وتتبهدل، فاهمين قصدي؟ لكن لما تبقى الجبنه مخلوطه بلحمه مفرومه هتبقى ماسكه نفسها ومش هتتسرسب مع البطاطس كده وتطلع. بس بصه سهله جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. ادي معايا البطاطس اهو، هنحط لها ملح وفلفل طبعا مسلوقه ومهروسه وزي الفل، ملح وكمان ملح وفلفل اهو، وهنحط بقى ايه ده؟ ده البابريكا ورشة شطة خفيفة خالص وكركم وكاري عشان يعملوا لنا كده ايه طعم حلو للبطاطس كده. وزي ما اتفقنا هنحط شوية بقسماط
مع عجينة البطاطس الحلوة دي ونعجن بقى. مش هنحتاج نحط لها اي حاجه تانية خالص، ولا بيضه بقى مثلا، ولا لبن، ولا زبده، مش لازم، كل ده ملوش لازم. كده نهرسها بس كده كويس قوي على قد ما نقدر بالشكل ده اهو، علشان نعرف نشكلها تبقى شبه الكوبيبه. لو مش عارفه تشكليها شبه الكوبيبه اللي هو الشكل المعروف للكوبيبه، ممكن تعمليها يا استاذه سموره. ايوه، بعد ما اتدحرجت البقسماط بتبقى ظريفه كده، يفضل انها تدخل الثلاجه 10 دقائق ربع ساعه قبل ما نحمرها في الزيت، ده بيبقى افضل. وانا معايا هنا اهو اهي كام واحده خارجين من الثلاجه، ونحطهم في الزيت. بسم الله اهو، بس كده، ويفضلوا بقى يتحمروا وياخدوا لون كده ايه ذهبي حلو، لان طبعا البطاطس اصلا زي ما احنا متفقين اصلا مسلوقه ومستويه، واللحمه المتعصجه مستويه، فاحنا مش هنستنى لغايه ما الكوبيبه لونها يغمق ولا حاجه. اول ما تاخد اللون الاشقر الظريف ده هنخرجها على طول من الزيت. بس كده اهو، انا هفضل كده اقلب فيها لغايه ما نروح فاصل بسرعه جدا، نلم اشياءنا دي كلها ونجيب مقادير السلطه اليوناني اللطيفه قوي، وهفضل اقلب في دول. اول ما لونهم كده يبقى اشقر جميل هخرجهم على طول على مناديل المطبخ، ومستنياكم بعد الفاصل، خليكم معانا. انا جيت هنعمل دلوقتي السلطه اليوناني، وصفه ظريفه ومنعشه كده، شويه خضروات لذيذه ومغذيه طبعا جدا. ايه بقى القصه؟ بص، انا معايا خيار شرايح، اي تقطيع عايزه تقطعيه حتت صغيره زي السلطه البلدي بتاعتنا، عايزه تقطعيه شرايح تقطعيه مكعبات انت وذوقك. معنا كمان طماطم، طماطم شيري، او ممكن طبعا الطماطم بتاعتنا الحلوه عادي جدا نقطعها مكعبات صغيره. معنا كمان زيتون، زيتون متقطع شرايح. فين الزيتون يا شباب؟ هاتولي الزيتون لو سمحتوا. معنا بصل احمر، البصل الاحمر مع السلطه اليوناني بيبقى خطير، فمحتاجين ايه؟ بصل احمر، احلى من البصل الابيض بكتير. هنحتاج كمان جبنه فته، مكعبات كده من الجبنه الفته، وعشان تتقطع معاكوا كده مكعبات ظريفه بالشكل ده بنخلي الجبنه في الثلاجه تبقى كده ماسكه نفسها، ونقطعها شرايح سميكه، وبعدين الشرايح دي نقطعها لمكعبات، فبتبقى حلوه جدا زي ما انتم شايفين وماسكه نفسها كده، نحطها على وش السلطه. معانا بقى الدريسنج اللي هنعمل، يعني هو بقى اللي هيدينا الطعم، وطبعا معايا خس اهو. انا لقيت الزيتون الشرايح يا جماعه، معلش اهو لقيته، يا ده كان اصله كان هناك قوي، فانا قلت فين الزيتون؟ لقيته يا جماعه، شكرا. ماشي، ايه الدريسنج بقى بتاع السلطه؟ معانا معلقتين من خل التفاح. خل التفاح ده يا جماعه لازم يبقى عندنا في البيت كده في ظرفه المطبخ، في السلطات وفي تتبيلات الفراخ خطير، تمام؟ هنحتاج معلقتين كبار.
عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون، وطبعا ده احسن زيت للسلطه، يعمل طعم حلو وفايده. ومعنا عصير ليمون، تقريبا ليمونه كبيره كده هنعصرها، فصين من الثوم المفروم مش اكتر من كده، يا اما فص واحد يبقى كفايه قوي. عايزين نكهه، يعني عايزين نحس كده بتطش الثوم من بعيد قوي، مش بقاش ظاهر في السلطه. ومعلقه كبيره من عسل النحل الابيض وبس. خلاص، وصفه جميله جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. خلاص يا استاذه نهى، خلاص يا استاذه نهى، لقيت الزيتون يا استاذه نهى، شكرا. خلي التفاح الدريسنج، فص ثوم واحد فقط مفروم كده اهو. والزيتون، انتوا برضو مقطعين الزيتون تقطيع غريبة قوي ما كنتش شايفاه، لا حول الله يا رب. كده اهو، انا محسودة، انا محسودة، باين صح؟ صح يا استاذة سمر، حبيبتي يا استاذة سمر، هيفضلوا ماسكين لي انت مش شايفة الزيتون، ماشي اهو كده. مكملين رغم الإعاقة. ونحط الطماطم. كنت بقول لكم واحنا في قبل الفاصل ان احنا السلطه الحلوه دي ممكن ناخدها معانا بره البيت وناكلها براحتنا وتمام. لو هتفضل ساقعه معاكي وهتاكليها على طول حلو، لكن لو ناويه تكمل معاكي بقيه اليوم بقى وما انتش عارفه ايه الحكايه، يبقى يفضل ما نحطش فيها طماطم، هي اخطر حاجه في الحاجات دي، لو باظت هتبوظ الدنيا كلها. يا اما تاخديها في طبق لوحدها، لو حسيتي انها سليمه تضيفيها مع السلطه، شكيتي فيها وبقى لها مده والجو حر يبقى بلاش نحط طماطم، تمام. وده بقى خس بقى كده ايه متقطع. طبعا يا جماعه انتوا عارفين بتغسلوا الخضار ازاي، ارجوكوا كل الخضروات الورقيه لازم تتحط في ميه جاريه من الحنفيه، نملى كده الطبق ونحط عليه معلقه كبيره من الخل الابيض، ونحط الخس بقى، الجرجير، بقدونس، اي خضروات ورقيه، حتى الخيار برضو بغسله بنفس الطريقه والفاكهه، علشان الحر بقى والحشرات اللي بتبقى لازقه في الحاجات دي تبقى تحفه كده ونظيفه وزي الفل، وننشفها ونلفها في فوطه او في ستريتش ونحطها في الثلاجه او في درج الثلاجه من تحت، تعيش معانا مده طويله وبتبقى فريش وحلوه قوي. السلطه ده في الطبق الكبير الحلو ده اهو كده، وهيبقى بس ايه شويه الجبنه اللي على الوش، جبنه فته خطيره، تقدري تاكلي معاها صدر فراخ مشويه مثلا لو تحبي، حته لحمه مشويه برضو، مع انها هي مش محتاجه حاجه خالص، خطيره. جربوها كده يا جماعه قولوا لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم والوصفات عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض الكبيبه، كبيبه البطاطس بحشو اللحمه المفرومه، وصفه ظريفه جدا وسهله قوي، ما خدتش ابدا اي وقت ومش مكلفه ولا هتفك منك ولا اي حاجه، جربوها وبالهنا والشفا.
الوصفه الثانيه السلطه اليوناني الحلوه دي، شويه خضروات فريش كده جميله مع دريسنج بسيط وحته جبنه، ممكن كمان نحط معاهم عيش ناشف هيبقى تحفه، نقطعه صغير كده ونديله برده كده تحميصه في الفرن او في الاير فراير بيبقى خطير، يبقى فيه كده قرمشه مع الطماطم الطريه، واخدين بالكم مع الخيار حاجات كده، فبتبقى ظريفه جدا جدا. جربوا الوصفات وقولوا لي ايه رايكم، واشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.